يا ريت ما حدش يفتح المايك بعد اذنكم لو سمحت. طيب نكمل. فبنقول ان كان قاتل 100 القاتل 100 نفس كان قال له الشيخ الاخير اللي قال له اه ليك توبه، قال له ايه؟ قال له سيب المكان اللي انت اتعرفت فيه ان انت قاتل، يعني انت اتعرفت انك قاتل. ده مما يدل على انه احنا عمليه التغيير تتطلب شويه البعد عن الناس، لان يعني الناس بتضعفنا بشكل كبير. ولان انت لو هتيجي تتوب من مثلا السرقه او من ذنب او من اي حاجه يقول لك يا سلام انت دلوقتي هتعمل لنا فيها راجل صالح، فالناس كلها بتضعفك وبتبتدي تقول ايه، انا ما حدش واثق فيا خلاص تاني، انا مش هعرف اعيش في وسط الناس، انا مش هعرف اعمل اي حاجه. وبالتالي هتلاقي نفسك مش عارف تعمل عمليه التغيير. عشان كده البعد عن البعد عن الناس في مرحله التغيير، وخصوصا لو في حاجات قويه وجذريه، ودي من الحاجات يعني اسمحوا لي ان انا اذكرها شويه، اللي هي قرار الانفصال. اسمحوا لي ان انا اتكلم في النقطه دي شويه، لانه قرار الانفصال يعني اكتر حاجه بتتعب السيدات، ان الناس كلها بتيجي عليها. هي لما بتيجي اي ست تفكر تاخد قرار انها تنفصل، الناس كلها بتبقى ضدها. والحقيقه الموضوع ده بيستفزني جدا، يستفزني بشكل كبير لسبب بسيط، انه الناس ما عاشتش معاها المعاناه اللي قد تكون سنوات 5 10 20 30 سنة ايا كان. ما حدش بيبقى عاش مع حد المعاناه، فكون ان هو يفكر ياخد قرار التغيير وقرار الانفصال، ده مش معناه ان هو كان بيلعب. يعني الكلام ده لو هو عيل صغير لسه بنقول له انت مثلا لسه متجوز فما فيش كام شهر وبتقول انا عايز اطلق، فبنيجي نقول له لا اعقل كده واهدى واصبر لما تعرف وتفهم وحاجات كده. لا، في ناس فعلا بتعيش سنوات طويله جدا، 5 و10 و20 و30 سنة، وتاخد القرار، واللي بيتعبها في القرار او بمعنى ادق هي بتحاول تاخده اكتر من مره، وتلاقي كل الناس ضدها. طب يعني هو انت اتجوزتي معايا؟ هو انت جيتي عشتي اللي انا عايشاه؟ ناس تقول لها ده انت جوزك ملاك، في حد يسيب راجل زي ده؟ معذره، يعني بيبقى ده الظاهر، انتوا ما عشتوش جوه بيوت الناس. ما مش معنى كده ان انتوا تقولوا للناس اتطلقوا برضه، يعني مش هو ده خالص. يعني مش معنى كلامي ان انا بقول لكم ما تحاولوش تضعفوا حد في قراره ان انتوا بقول لكم ايدوه، لا، ولا تايدوه ولا تعرضوه، خليكم متزنين شويه. شوفوه بياخد القرار لحد فين، شوفوه فعلا تعبان ولا يقدر يتحمل، نحاول نساعده بانه هو ياخد القرار بشكل متزن، ما يكونش لحظه غضب، وما يكونش القرار مفاجئ، وما يكونش القرار كده وخلاص. لكن المشكله ان الناس متعبه، يعني بتعمل عمليه. انا في ناس كتير بتيجي تقول لي لا ده انا اخواتي مقاطعيني، ده انا مش عارفه اهلي بيقولوا لي ايه، ده انا كل الناس تقول لي يا بنتي ده انت كبرتي جايه تاخدي الطلاق دلوقتي، وانت مين هيتجوزك معاكي عيال؟ بتسمعوا كلام بيضعفوهم. واللي بيبقى مستفز ان هي بتكون عاشت مظالم كتير وهم عارفين، يعني بيبقوا عارفين ان هي عاشت معاناه، ومع ذلك هم متكيفين كده. هل يرضيكم هنا بقى المقاومه دي تبقى كويسه؟ لا، مش كويسه. الناس دي كلها انانيه، قد يكونوا هم عايشين مع ازواج مرتاحين، وقد يكونوا هم سعداء، وقد يكونوا يعني الواحده اللي بتقول لك الكلام ده هي ما عاشتش ولا تقدر تعيش مع مثلا زوجك يوم واحد مع طباعه يعني، لكن هي بتقول كده ليه؟ خلاص هي متهيئه انها كده بتعمل عمليه اصلاح، ان هي كده هتاخد اجر، ان هي ما ساعدتش الشيطان على الانفصال. ما بنقولش كده يا جماعه، ولا بنقول للناس اتطلقوا ولا انفصلوا، لا لا لا، الكلام مش كده خالص. بس اهدوا شويه، خدوا القرار بشكل صحيح، خلوا اللي قدامكم ياخد القرار. لو انت خايف ابعد، بس سيب اللي قدامك هو يعني ياخد القرار لوحده ويكون مسؤول عنه، هو اللي هيتحاسب عنه لوحده. طيب، فاحنا هنا بيقابلنا الناس بتعمل مقاومه شديده جدا. خلينا نتكلم في اهم نقطه دي، ان انا عندي مقاومه بتقابلني، وانا المفروض ان انا اقابلها بعكس الاتجاه بنفس القوه. بيجي الناس شايفين الصوره كده بتاعت المقاومه دي اللي انا عاملاها، انت لازم تبقى جون، تمشي للامام، وما فيش حد. بص اللي بيقاومك بيعمل ايه؟ بيشدك بكل قوته لورا. طيب بيشدك ليه بقى؟ في ناس كتير جدا انانيه،
وممكن تكون بتشدك لان التغيير ده هيأثر عليها هي. لما شخصيتك تتغير كده وتبقى حد قوي وحد مثلا بتشتغل او حد بتعمل حاجة جامدة كده، لا ده انا كنت بسيب لها عيالي مثلا تربيهم، انا كنت بعمل كذا، طب هي كده لو هتشتغل وهتثبت كيانها وكذا وكذا وبتاع، يبقى انا مين هيقعد لي بولاد؟ هتعارض ده مع مصالحي. واحدة عايزة تسافر بره لكن انا دي صاحبتي انا بحبها وما اقدرش استغنى عنها، طب ده انا بحكي لها كل حاجة، ده انا لما كنت تعبان بروح اقعد معاها، فاجي اقول لها لا بلا سفر بلا بتاع. انا عايزة اقول لكم ده بيحصل كتير، فتيجي واحدة تقول لي انا كنت هسافر وكل اهلي عرضوني، ليه؟ عشان مش قادرين يبعدوا عنها. يا سلام، مع ان هي ممكن تكون يعني، انا كان في واحدة هتسافر مع زوجها، يعني الاولى المرأة تكون مع زوجها وعايزة تسافر مع زوجها واولادها ويبقوا مع بعض اسرة مع بعض كده، وهو هيعمل لهم يعني كان في دولة عربية وهيبعت لهم. فاللي حصل ان هم اهلها زعلوا جدا وخصموها وعملوا حاجات كبيرة، وهي كانت في حيرة وجاية تقول لي طب انا اعمل ايه؟ طيب انا مش عارفة ارضيهم ولا ارضي زوجي، وزوجي طبعا هيزعل مني لو انا ما رحتوش. ايه يا بنتي ده، ايه دي، ايه دي، انت الاصل انك تكوني مع زوجك، الاصل تكوني مع زوجك واولادك، ده الاصل. هم يزعلوا شوية بعد كده خيروقوا. لازم هنا ايه، لازم هنا نجمد، لازم هنا نجمد وناخد القرار بشكل صحيح. لكن هم علشان انانيتهم، وفي النهايه هم مش هيعيشوا معاكي، ولا هم هيتحملوا تربيه اولادك، ده زوجك اللي هيعيش معاكي وهو اللي هيربي الاولاد معاكي. يبقى هم مفكروا بمنتهى ايه، الانانيه، عشان ايه ما يتعبوش بس من ايه، من الفراق والاشتياق والكلام ده كله. طب والزوج نعمل ايه مع الزوج؟ انتوا فاهمين قصدي؟ لا، والاولاد اللي ليهم حق ان يكونوا بين اب وام، انتوا كل اللي فكروا فيه انانيتكم ان بنتكم تبقى معاكم وخلاص. كيف يا دكتوره يقوم الخوف، يقاوم الخوف من المجتمع؟ هي دي زي بقول لحضرتك، اول حاجه انت هتاخدي المراحل دي كلها، انك هتفهمي معنى التغيير، ان انت هتشوفي اهميته ايه بالنسبه لك، ايه هي مجالات التغيير، ايه اللي المفروض ان انا اعمله. طيب وبعد كده هبتدي اشوف لنفسي ايه هي جوانب الضعف وجوانب القوه والفرص والعوائق، وابتدي اشوف المقاومه دي ايه هي، من نوع ايه، اللي هي المخوف من المجتمع. مين المجتمع اللي انت خايفه منه او اللي انت خايف منه؟ انا ما اعرفش ده الراجل ولا ست الموبايل، لكن مين المجتمع ده؟ هل المجتمع ده مجتمع من الشارع كده؟ يعني اقول لكم على حاجه، النقاب والحجاب، المراه اول ما بتيجي تلبس الحجاب او النقاب بتقابلها معارضة من كل اللي حواليها، وخصوصا لو هي من عيلة كلهم مش محجبات مثلا، وهي اللي بتفكر تلبس حجاب وكأنها هتعمل حاجة كبيرة. استأذنكم معلش، انا اسفة، لحظة واحدة، تليفون مهم بس. جدا يا جماعه، كان تليفون مهم جدا كان لازم ارد عليه، انا متاسفه قوي. فاحنا بنقول ان المجتمع، مين هو المجتمع اللي حضرتك او حضرتك خايفه منه؟ فبنيجي نقول ان المراه لما بتيجي تتحجب، وخصوصا لو الاسره كلها مثلا مش لابسين حجاب، كلهم يقول لها ليه يعني، والدين مش كذا وكذا، ويقعدوا بقى يعملوا حاجات كتير. مين المجتمع اللي انت خايف منه؟ خايفه منه في ايه بالظبط؟ وخايف منه عشان انت هتعمل تغيير يرضي الله، ولا عشان هو تغيير، سوري يعني انا هدهن ديكور بيتي وهغير لون الحيطان، يعني في تغيير انا ممكن اتنازل عنه ارضاء للي حواليا، لو هو مش هيكون مؤثر ومسيطر على حياتي وليه تأثير قوي. لكن في تغيير تاني لا، هو هيفرق معايا بشكل كبير. لما الواحد يكون عايز ينجح في حياته ومش عارف يعمل ايه، هي برضو يا استاذة ام معاذ، التغيير هنا او السؤال حضرتك، ينجح في حياته، ينجح في ايه؟ حاولوا تعلموا يكون السؤال يعني اكثر تحديدا، لان المشكلة ان احنا ما بنحددش كلامنا صح. انجح في ايه بالظبط؟ حياتك يعني عايزة تنجحي في حياتك الزوجية والعلاقات والمعاملات، ولا انت عايزة تنجحي بانك انت تاخدي شهادة ومركز
وكده، ولا انت عايزه تنجحي في ايه؟ ايه هي حياتك اللي انت عايزه تنجحي فيها ومش عارفه تنجحي ليه؟ يعني هي دي نقاط مهمه قوي، هي دي بقى يعني، يعني تعلموا دايما ان يكون عندكم تحديد للحاجه، يعني انا عايزه انجح في ايه وما بنجحش ليه؟ اللي هي جوانب الضعف وجوانب القوه وجوانب الايه والعوائق والفرص. عايزه اعرف كل الحاجات دي، لو انا عرفتها صح هبتدي احط لنفسي خطوات التغيير بقى اللي هي تيجي بعد المقاومه، ان انا احط لنفسي خطوات همشي عليها علشان انتقل لعمليه التغيير في الاساسيات بيتي وشغلي. برضو يعني سامحيني هنقول تاني، مهم قوي تركزي على الحاجه اللي انت عايزه تغيري فيها. اول حاجه افهمي انت عايزه، يعني انت عايزه تغيري ايه في بيتك، اساسيات بيتك اللي هو ايه، برضو علاقات ومعاملات، ولا في طريقه تربيتك لاولادك، ولا في ايه في بيتك بالظبط، وايه اللي في شغلك عايزه تنجحي فيه، انت عايزه تترقي ولا عندك مشكله معينه في شيء انت مش عارفاه. لو في الشغل اصل دي حاجه، يعني انت كده برضو اديتيني سؤال عام شويه، يعني في شغلي انا محتاجه ان انا اطور من مهاراتي المهنيه جدا، اشوف انا واصله لفين، اعمل كده لنفسي بلان، اعرف انا واقفه عند ايه بالظبط، وبعدين اشوف انا محتاجه اطور نفسي، مثلا لو في كورسات احسن مثلا ترفعني في عملي اوكي، يعني ده شغل. لكن بيتي حاجات كتير، هي عايزه تنجحي في بيتك في ايه؟ عايزه تنجحي في بيتك في علاقتك بالزوج، ولا عايزه تنجحي في بيتك، ولا انت تقصدي مثلا ربما يعني انك عايزه توفقي ما بين بيتك وشغلك. كيف يستطيع الانسان التخلص من اثار الماضي التي تؤثر على حياتي الشخصيه؟ طبعا احنا في حاجتين مهمين، اول حاجه احنا بنعمل حاجه اسمها العلاج بخط الزمن، وبنعلن عنها الايام دي، الدوره دي لسه عاملينها خلصناها وهنعملها تاني عشان في ناس عايزاها، ودي حلوه قوي لانها التخلص من المشاعر السلبيه كلها، ومن ضمنها طبعا اثار الماضي، لان المشاعر السلبيه غالبا بتكون مصدرها التاثير الماضي اللي احنا عشناه. دي صراحه دي مهمه جدا، جلسه التخلص من المشاعر السلبيه، هي بتبقى جلسه وممكن تبقى دوره وتتعلمها وتقدر تكررها. لكن فكره لو بوجه عام عايز تقول لنفسك خطوات، هي انك انت تحول الماضي السلبي لايجابي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا من شويه كنا بنقول لو حد قال انا عملت حاجه غلط زمان، لا اقعد افتكر ان انت هي كانت غلط فعلا، هي غلط لو هي حرام. يعني هي دي حرام، لو حرام هنتوب منها. طب لو والحمد لله ان ربنا فتح باب التوبه طول ما احنا عايشين. طب ولو هي مش حرام، مش حاجه حرام، بس هي حاجه كان قرار غلط ترتب عليه نتائج كتير غلط، يبقى انا هبتدي اقول لنفسي افتكر اولا انا خدت القرار ساعتها ليه، وهل كان قدامي قرار كويس ولا ما كانش قدامي وده الحل الوحيد ليا. طب لو كان ده الحل الوحيد يبقى انا خلاص ما اخطاتش، وده ربنا اللي مقدره عليا، وان انا اسلم بقضاء الله وابتدي اقدر اغير في اللي جاي، والحمد لله ان الماضي هو اللي عمل مني الحاضر والمستقبل. طيب ولو هو القرار ده كان قدامي ساعتها حاجه احسن، بس انا عيني كانت مزغلله على حاجه غلط فانا فكرت ان هو ده الحل، خلاص برضو قدر الله ما شاء فعل، لان الماضي انا مش هعرف ارجع الماضي، لكن هعرف قوي ان انا اصلح اللي جاي. هو ده الحل الامثل بشكل ايه مبسط جدا. نيجي بقى عند استاذه اميمه، انا عايزه انجح في دراستي لكن مشكلتي انه الهاتف كتير بيشغلني ما بيخلينيش اذاكر. ما هو الموبايل دي بقى قصه، ده اسمه ادمان برضو، انت ما حضرتيش يمكن معانا امبارح، بس احنا كنا بنتكلم على الادمان، ده اسمه بقى ادمان الانترنت. مهم جدا تعملي تقاومي هنا بقى المقاومه، هي دي نقطه ضعفك، وهي دي المقاومه عندك، هتبتدي انت تعملي مقاومه المقاومه ازاي؟ انك انت هتحطي لنفسك مثلا ان انا النهارده هخلص 1 2 3 4 5 ومش هفتح موبايل، او ممكن تفصلي النت وهفتح مثلا بالليل قبل ما انام بساعه مثلا، او بعد ما اخلص، ربما بعد ما تخلصي تكوني تعبانه وعايزه تنامي، ما تدخليش على الفيس مثلا او على اي حاجه خالص. ساعتها هتكتشفي ان انت كنت عايشه صح، يعني ساعتها هتكوني
هتكتشفي ان انت كنت عايشه بشكل خاطئ، وان انت لما عشتي صح وانك عملتي حاجه صح ما لقيتيش اصلا وقت للموبايل والكلام ده. ثقافه عدم التدخل في الخصوصيات، والخط الفاصل بين ما يخصك وما يخص الاخرين. اعتقد ان من اكبر عوائق التغيير في مجتمعاتنا ثقافه عدم التدخل في الخصوصيات والخط الفاصل. والله يعني استاذ محمود بصراحه جزاك الله خيرا، يعني انت مدي كلام عاجبني جدا وفي الصميم، لانه اولا انت ذكرتني بقصه قاتل 100 نفس، جزاك الله خيرا، والنقطه دي فعلا اساسيه يعني مهمه جدا، مساله ان انا يكون في بيني وبين اللي قدامي مسافه. لما ما بشيل المسافات دي، هي دي اللي بتعمل مشاكل كتير جدا جدا، وبتهد علاقات كتير. على قد ما بيقربوا، على قد ما يعني لما بينفصلوا بيتقطعوا وبيتجرحوا يعني الطرفين. لان انت لما بتقرب قوي من حد علشان تعرف تفصل القرب الزياده ده، انت كانك بتمزق الاثنين، لان يعني الاثنين لما بيقربوا كانهم واحد بيرجعوا علشان يبعدوا، دول كانه الاثنين بيتعبوا. لكن لو من الاول انا عامل المسافه وخط فعلا فاصل، ده هيفرق معانا كتير، وحضرتك في ايديك تعمله علشان تعود عليه اللي حواليك كلهم. وجزاك الله خيرا. طيب مثلث التغيير بقى بالنسبة لنا، ان ازاي افكر في التغيير، احدد هدفي، يمكن ده يساعد ام معاذ شوية في السؤال بتاعها. ان انا اول حاجة افكر في عملية التغيير واحدد بيها هدف بالظبط، ووضوح الرؤيه. وضوح الرؤيه يعني ايه؟ ايه الصوره اللي انا نفسي اوصل لها؟ انا شايفه كويس نفسي، عايزه انجح في كذا، عشان كده بقول لحضرتك حددي ايه هو اللي انت عايزه تشوفيه؟ نفسك تشوفي نفسك ايه؟ في ناس كتير قوي يعني مثلا كانت حاطه في ذهنها الشغل، وبعدين جه واحد حبته يتجوزها يقول لها ما تشتغليش، فهي قالت مش مشكله، ما فكرتش ان الشغل عندها مدى قيمته ايه، فتصورت انها تكون سعيده فوافقت وكل حاجه. بتيجي تحصل بقى خلافات، ممكن الدنيا عندها تبقاش فيها مشاكل طول ما العلاقه بينها وبين الزوج كويس، وتقول لك خلاص انا ما ندمتش على القرار ده. لكن هي بتندم لما تلاقي نفسها مش مرتاحه قوي، فبالتالي بتبتدي تقول لك انا ضحيت بحلمي، وترجع تاني تقول لك انا عايزه الحلم ايه. عشان كده احنا من الاول بنقول حددي هدفك، اعرفي طبيعتك من الاول. لو هي طبيعتك كذا، كوني واضحه مع نفسك ومع الشخص اللي هتشاركيه، وهتبتدي تقولي له ده، عشان ما تتنازليش عن حاجه وترجعي يعني في قرارات الحازه. وجيت تحديدا يعني بتبقى قرارات عواقبها خطيره، وعلى مش عليك لوحدك، بتبقى على الاخرين كمان. وقوه الاراده مهم قوي، ان يكون عندي قوه اراده وتحمل، زي ما شبهت لكم حتى شويه في الرجيم. يعني احنا ساعات ما بنخسش خالص عشان ما عندناش قوه اراده. أنا قدامي أهداف كتيرة وعاوز أوصل ومن غير ما أتعب. لا كده كده غلط. فاكر إحنا حضرتك كنت حاضر معانا يا أستاذ سعد، صح؟ إمبارح وكنا بنتكلم على نقطة الاستعداد للبذل. لازم تتعب، لازم تبذل حاجة، لازم. مفيش حد يا جماعة بيوصل لأهدافه بيلاقي ناس كده جاية تشيله تقول له تعالى انا هاخدك من هنا واديك هناك، لا. لازم تتعب شويه. ممكن يبقى في ناس تساعدك ان انت توصل للي انت عايزه. لكن ما تتعبش. محدش هيتعب لك بصراحه يعني. الحاجه الثانيه السلوك. يعني انا خلاص فكرت، مهم قوي ان سلوكي يبتدي اللي هو ابدا عمليه التنفيذ، يعني التفكير لوحده مش كفايه. عمل مستمر، ما ينفعش اقول ان انا ما اتعبش دي خالص يعني. مقاومه العقبات، ما هو ده في حد ذاته مجهود يعني وتعب، ان انا كل الناس اللي عماله زي ما بقول لكم كده تعارضني وتقف قصادي، انا عماله تعبانه طبعا. المشكله الاكبر هي الخوف من عدم الوصول بالرغم من المحاوله، وذلك هو الذي يسبب الاحباط. طيب لو احنا ردا على ال معرفش استاذ محمد الكلمه دي،
دي هنقول انها بتدخل تحت ضعف الاراده شويه وعدم الثقه، لانه وعدم الدراسه، يعني ان الافكار عشوائيه شويه. يعني انا لو بفكر في الحاجه اللي انا عايزه اعملها دي كويس بشكل كويس ودارسها من كل الجوانب، مش هخاف من عدم الوصول، وهيكون عندي بس زي ما قلنا امبارح تسليم لله سبحانه وتعالى، ان انا ما دام عملت اللي عليا وخدت الاسباب وعملت كل حاجه، ان انا اكيد هوصل وهحسن الظن بالله. لو ما وصلتش يبقى قدر الله مش هفعل. صحيح، حلاوه الوصول للهدف تنسي مرار التعب، ده حقيقي يعني. ولازم الانسان يتعب ومش هيحس فعلا بجمال الحاجه لو جات له على الجاهز، فدي نقطه مهمه جدا. حتة بقى ان انا يجي لي احباط من الخوف من الوصول، ده معناه ان حضرتك او حضرتك مقاومتك ضعيفة، يعني هتقابلك عقبات فانت مش قادر، فحاسس ان هيجي لك احباط لان انت ما عندكش استعداد برضو انك انت تقاوم كتير للاخر. كمان اهو هي جت اهي، استعداد للبذل. لابد يكون عندي استعداد للبذل والتضحية، واعرف ان انا هخسر حاجات مقابل ان انا انجح واوصل اللي انا عايزاه، لازم اعرف ان انا في حاجات لازم اضحي بيها، والاستعداد لتقبل النتيجه. وتقبل النتيجه دي يعني مشاعر، يعني الم احيانا بيخليني اشعر ان خلاص يعني انا مضطره اضحي بحاجه علشان حاجه. وتقبل النتيجه دي مش معناها ان انا حاجه وحشه، بس معناها ان انا مقابل اني هوصل لحاجات انا هفقد حاجات كنت عايشه فيها كويسه من وجهه نظري، او لاني كنت مغيبه، او لاني كنت مستسلمه، او لاني كنت في منطقه الراحه. خلاص هي منطقه راحه لان انا ما كنتش باذله كمان فيها اي مجهود نحو التغيير، فبالتالي انا مش مرتاح. زي ما قلت لكم هي منطقه الراحه من غير راحه، فانا مش مرتاح، لكن انا يعني سايب نفسي كده علشان انا رافض ان انا ابذل مجهود كده زي استاذ سعد كده. انا مش عايز اتغير، انا عايز انجح بس من غير ما اتعب، فانا مستني بقى اللي حواليا يغيروا الوضع كويس. طيب اخر حاجه هقولها لكم، سبعيه التغيير. هو فاضل كده حاجتين، سبعيه التغيير نحو الافضل. سبعيه التغيير نحو الافضل، يا رب بس الفيديو ما يقطعش. طيب اول حاجه المبادره. والمبادرة زي ما قلت لكم قبل كده انه كن انت الفعل بدلا من ان تكون انت رد الفعل. يا استاذ سعد نصيحة برضو لحضرتك، انه ابدأ انت بالتغيير بدل ما تحصل احداث في حياتك تفرض عليك عملية التغيير وساعتها تكون مش مبسوط. يعني انت نفسك تتغير دلوقتي، بس ممكن يجي التغيير في وقت مش بالصورة اللي انت عايزها ويتفرض عليك. فيفضل ان انت تكون مبادر وان انت اللي تسعى للتغيير بنفسك. دي اول حاجه. تاني حاجه ابدا والهدف في الذهن. ويمكن البدء والهدف في الذهن دي احنا قلنا عليها قبل كده امبارح لما كنا بنقول انا من قبل ما اتحرك من مكاني بقرر انا هنزل اروح فين، مش بنزل كده واشوف انا هلاقي مواصله توديني فين. لا، انا بنزل وبتحرك بناء على ان انا حاطط في ذهني الهدف وعارف أنا شايف إيه ورايح فين. الأشياء الأكثر أهمية أولا. ده بقى علشان أستاذة أمينة معايا. قال إيه لما قلنا لما قالت إن الموبايل بيمنعك من المذاكرة والكلام ده كله. لا. ابدأي بالأكثر أهمية وبعدين الأقل أهمية. ده هيخليكي والله لو فضل عندك وقت فاضي خير وبركة، اقعدي امسكي الموبايل وتسلي. ما فضلش عندك وقت يبقى الحمد لله أنا بدأت بالمهم. وبعدين التخطيط فعلا مهم جدا. وبس في حاجه كمان عايزه اقول لكم عليها. طبعا يعني اسئلتكم حلوه جدا، بس كل حاجه منها يعني احنا حاجات شرحناها في دوره كامله. يعني اداره الوقت دي كانت دوره كامله، يعني اتكلمنا فيها ازاي تنظم وقتك وازاي تحط الحاجات الاهميه والاقل اهميه. وكنا بنتكلم في نقطه ان انا بالظبط وقتي ده عامل زي اناء زجاجي، اناء زجاجي. فالمفروض الاناء ده انا هامله فيه الحاجات بتاعتي، لو مليتها عشوائي ممكن الاناء يتكسر، اللي هو عمري يتكسر في وقت ما اكونش عملت الحاجات المهمه واكون مضيعه وقتي كله في حاجات مش مهمه. لكن لو انا مليت الاناء بتاعي بحاجات مهمه جدا جدا جدا، الحقيقه ساعتها اللي هيفضل حاجات بسيطه
والله لو عمري انتهى يبقى خلاص يعني ضاع في حاجة، يعني مش مشكلة ان شاء الله ان شاء الله. احنا الدورات دي كلها على فكرة متاحة، يعني اللي محتاجها هي متاحة، بس طبعا برسوم يعني، ولو عملنا حاجة طبعا فري انتوا معانا على الجروب وهنبعت لكم كل حاجة ان شاء الله. تمام. فمهم جدا ان احنا نعرف ان عمرنا هينتهي في لحظة، فلو انتهى وانا عملت الحاجة الاقل اهمية وما صليتش مثلا، ما هقابل ربنا ازاي؟ لكن لو حصل العكس، ان انا كنت مصليه وعامله اللي عليا وعامله حقوقي وعامله واجباتي وعامله عباداتي وعامله كل حاجه، خلاص يعني اموت على الاقل. لو مت مش هي مش ه... مش مشكله بقى لو انا مت من غير ما العب مع اصحابي ولا اكلم فلانه ولا اقعد على الفيس ولا الكلام ده كله. حاضر والله يا فندم، خلي التواصل مع الاداره عشان بس وقت المحاضره، وتحت امرك والله من عيني. طيب فاحنا النهارده ادي ايه الايه الاشياء الاكثر اهميه. رابع حاجه الربح المشترك. الربح المشترك يعني ايه الربح المشترك؟ يعني احنا النهارده عندنا معظم الناس عايزه تكسب وغيرها لا، يعني انا اكسب وغيري ما يكسبش، مش عايزين احنا الاثنين نكسب، دي مشكله خطيره. لا فكر ازاي تكسب وغيرك يكسب، هي دي مشكلة خطيرة الصراحة. يعني أنا ناس كتير جدا بعدلها في حياتي هلاقيهم للأسف الشديد يعني مش عايزين اللي قدامهم يكسب، وهم عايزين هم يكسبوا لوحدهم، وده مشكلة خطيرة جدا، وما بيخليش اللي قدامه يتغير، بتخليه أناني، وأحيانا أنانيته بتخليه هو نفسه ما يتغيرش لمجرد إنه مش عايز ينفع الآخرين. الفهم اولا ثم التفاهم، ان هي فكره ان انا ازاي افهم الحاجه اللي انا عايزاها الاول، افهمها وبعد كده اتفاهم فيها علشان اقدر اغيرها. يعني انا افهم الحاجه الاول وبعدين اتفاهم فيها مع الاخرين عشان اقدر اعمل عمليه التغيير. طبعا لازم نحب الناس ما نحب لانفسنا، ولكن الفكره ما بتبقاش كده بالظبط، بس هي بتبقى يعني ليها ابعاد تانية كتير. معلش انا ما كنتش عارفه ان المحاضره القيمة دي بدأت من امبارح. هل في تسجيل مع يا فندم في تسجيل، هنبعت لكم حاضر على الجروب الرابط، احنا انا رفعها على اليوتيوب، يعني هرفعها لحضرتك، وشكرا ليك جدا، هرفعها لحضرتك وتشوف المحاضرة امبارح بإذن الله. طيب بعد كده انا عندي الفهم اولا ثم التفاهم، وعندي بعد كده حاجتين مهمين جدا، التفكير الإيجابي. طبعا التفكير الإيجابي اللي هو معذرة كان في حد من شوية بيقول ايه احنا بنخاف من اننا نصل لمرحلة الاحباط، كان حد بيقول ان هو مشكلته انه خايف انه هو ما يوصلش للحاجة دي علشان وفي الاخر يحصل له ايه، يحصل له احباط. الحقيقة ده بيبقى تفكير سلبي، هو ده التفكير السلبي بالظبط كده، لانه انا في النهاية بفكر في ايه، بفكر في ان انا ليه بفكر ان انا مش هوصل، وانا كنت بقول لكم من شويه ان لازم ان انا احسن الظن بالله طالما انا عملت كل اللي عليا. اخر حاجه شحذ المنشار. شحذ المنشار، عارفين لما يبقى عندك سكينه وتقطع بيها كتير وبتبتدي بعد كده تبقى بارده ما تقطعش، هو ده شحذ المنشار، ان دايما يبقى عندك مسن تسن بيه السكينه علشان السكينه تكون حاميه على طول، تقطع على طول، ده المقصود بيها يعني. طب يعني ايه شحذ المنشار؟ يعني او مقصود بيها ايه على حالنا احنا في التغيير؟ مقصود بيها ان انت دايما تكون ستاند باي لعمليه التغيير، دايما مستعد للتغيير، دايما مهيئ نفسك ان مفيش شيء بيدوم، ومهيئ نفسك ان البدائل لو انا ما تيسرليش طريقي في حاجه معينه. هي ده معنى شحذ المنشار، انك دايما سنن السكينه، يعني سنن المسن علشان السكينه دي دايما تقطع وتكون حاميه، ما تجيش تكون بارده في وقت تتعبك على الفاضي وما تقطعش. لكن لما تكون انت دايما حامي ودايما على طول ستاند باي لعمليه التغيير، هتلاقي نفسك الاكشن بتاعك اسرع، وتاثيرك تاثير عمليه التغيير عليك صعب جدا جدا جدا. يعني صعب ان انت تتعب وتتاثر قوي ويبقى عندك كل الايه المخاوف دي. طبعا العادات هي مهاره ومعرفه ورغبه بتحقق لنا العادات مع الاستمرار.
بيكون عندي مهارة معينة، ولازم يكون عندي معرفة، ولازم يكون عندي الرغبة الداخلية علشان اقدر اتغير. ولو حصل الاستمرار الهمة يعني اه تمام، ولو حصل استمرار هتتكون عندي العادة بمنتهى السهولة، وهقدر اكون عادة جديدة بدل العادة القديمة اللي كانت عندي سيئة، وهتحصل عملية التغيير بشكل سهل جدا. وعلى فكرة لما بترجع يعني تنفذ عملية التغيير بشكل صحيح وتقاوم كده وتتحمل حبة، بعد كده والله بتقعد تفكر انا ازاي الاول كنت كده، انا ازاي كنت بعمل كده. يعني بتلاقي نفسك مش قادر تصدق ان انت كنت في يوم من الايام شخص تاني. الوصول للهدف، هنا صورة دمها خفيف شوية، ان واحد عمال بيحب واحدة تحت البلكونة، عمال مش عارف ما بيوصلهاش. عارف يا استاذ سعد انت عامل زي الموضوع ده لما حضرتك قلت انا مش عايزه اتعب. واحد بيحب واحده نفسه يتجوز بس ما بيحاولش يسعى لها، لا بيشتغل ولا بيجيب فلوس ولا بيروح يتقدم ولا بيعمل اي حاجه، هو عادي يحبها تحت البلكونه، لا منه طلاق ولا هو ارتاح ولا اي حاجه. فمش مهم ان احنا فقط المعرفه، لكن مهم جدا 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 انك انت مش ليس فقط مهم معرفه ما تريد، ولكن معرفه كيف اصل اليه. تمام، دي مهمه جدا الوصول ليه مهمه جدا، والسعي بقى مش بس معرفه الوصول، لا ده كمان السعي. لا دي بقى خليها قصه دي بعدين. هقول لكم قصه بقى جميله جدا، هي بتاعت الصقر دي. قصة الصقر دي يعني هي باختصار شديد جدا من القصص اللي أنا يعني الحقيقة بحبها قوي. انتوا سامعيني ولا الخط فيه أي مشكلة معايا؟ معايا؟ تمام تمام قصة الصقر دي، الصقر ده من الطيور الجارحة، دي من الطيور اللي هي عزيزة النفس جدا، بتعيش عمرها وهي صلبة، هي اللي بتأكل أسرتها، وهي اللي بتروح بقوة مخالبها ومنقارها انها تروح تجيب الطعام، وما بتاكلش غير من الطعام الفاخر جدا زي اللحوم الجيده والحاجات دي كلها. وبالتالي هي بتعيش يمكن اكثر من اي طير غيره، بتعيش حوالي 70 سنه او 75 سنه، انا بحاول اختصرها لكم يعني. المهم انه الطائر الصقر ده بيعمل ايه؟ بيجي عند سن نص منتصف العمر كده، وهو عنده سن 35 40 سنه، بيحصل ان هو يبتدي يضعف منقاره جدا، يبتدي المنقار بتاعه يبقى طري قوي، ويبتدي يبقى مخالبه كمان تبقى طرية جدا، وبيحس بحالة من الانكسار شديدة، وبيعيش حزين جدا جدا، بيحس ان هو ما ينفعش يعني يعيش اصلا، بيبتدي يحس انه مش عندوش القدره على الطيران، بيضعف كمان جناحاته، وبيبقى حزين بشكل غريب، وان هو مش قادر يعني مش هيتقبل ان حد يصرف عليه او ان حد ياكله. يعني عارفين بالظبط، انا القصه دي من القصص القويه اللي كانت مؤثره جدا لما اول مره سمعتها من كام سنه، يمكن انا قعدت ابكي وانا بحضرها يعني، كنت لاني كنت حاسه ان ده مش بتكلم عن صقر، انا بتكلم عن ناس كتير عندها عزه وعندها كرامه وعندها بتحصل لها دروبات في حياتها كبيره جدا، لكن ما بتقبلش انها تمد ايدها لحد، ولا ان هي حد يصرف عليها، ولا حتى اولادها، ولا حد من قرايبها، ولا الكلام ده كله. فالحقيقه هو لما بيتعب في الفتره دي بتجيله حاله، بيكون عاجز عن انه يعمل اي حاجه، وبيكون قدامه قرار واحد بس، وده بالنسبه له اصعب قرار، ان هو يعمل عمليه تغيير مؤلمه جدا
ان هو يسافر بعيد عن اي حد من يعني من اللي حواليه، ويبتدي يهاجر ويعيش خارج انظار الطيور الاخرى، ويبتدي في اول سنه يعمل عمليه تكسير للمنقار لحد ما يتلاشى وجوده، وبعد كده وطبعا في الفتره دي ما بيعرفش ياكل لحمه ولا، وبيضطر ياكل من مخلفاته، وبيتعذب جدا 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 علشان كل ده علشان يقدر يعيش. وبعدين يبتدي ينزع مخالبه ويعمل تقشير لرجليه، ودي بتطلب عمليه طبعا صعبه جدا بتاخد لها حوالي شهرين، وبعد كده يبتدي يعني محتاجه تاخد وقت ان هي تتجدد مره تانية، وبعدين يبتدي يعمل العمليه الاخيره اللي هو ينزع الريش بتاعه وديله، وطبعا بيعيش فتره طويله ينزعهم، ودي اصعب تقريبا عمليه، لانه عارفين يعني ايه بينزع يعني ريشه، دي يعني بيشيل حاجه كده من جلده، فطبعا اصعبهم واشدهم الما. ويبتدي يعمل لحد ما يستنى بقى العملية التغيير دي، وده يبتدي الحاجة تتجدد مرة تانية، والمنقار يبقى منقار جديد، والمخالب جديدة، والريش جديد، والكلام ده كله، ويشيل طبعا الريش بتاع الصدر والظهر، يعني عملية بقى ايه ان هو يتخلص من كل حاجة خارجية بس بالتدريج معين وبتسلسل معين، وينتظر حاجة تطلع علشان يشيل التانية عشان يتحمل الألم، لحد ما يحصل عملية تجديد شامل لجسمه للمخالبه والمنقاره ولكل حاجة، والريش بتاعه كمان يتجدد ويرجع أحسن مكان، ويعيش حوالي 40 سنة مرة أخرى بنفس الصورة القديمة اللي كان عايش بيها بنفس القوة. وده بيبقى أجمل حاجة الحقيقة، لأنه لو أنتوا قعدتوا تفكروا هو كده كده ده عمره، يعني هو كان هيموت عند نفس العمر، ما كانش هيموت في عمر مختلف، ولكن كان هيعيش 40 سنة تعبان. هو تعب أو سنة سنتين على ما غير وعمل عملية التغيير، لكن في المقابل هو عاش بقية عمره حياته أجمل وأفضل وأحسن، ورجع زي ما كان، ورجع سعيد. وهو ده الصراحة يعني مربط الفرس في عملية التغيير، مش إنك أنت ممكن تقول أنا هقعد أستنى وخلاص، أنا ممكن أموت أو أنا كبرت. اوعى تقول أنا كبرت، أنت ما تعرفش عمرك قد إيه. انت لازم تسعى لعمليه التغيير للافضل وللاحسن، وتتعب سنه سنتين، ولكن في النهايه هتقعد لك العمر كله ان شاء الله، يعني لحد ما ربنا قدر ان احنا نموت هنعيش بشكل تاني وبشكل فيه كرم. اخر حاجه بس هقولها لكم، معلش انا طولت عليكم، ارجو ما اكونش ازعجتكم، يعني استراتيجية الفقي للتغيير. الاستراتيجية الدكتور إبراهيم الفقي للتغيير هي كده، وتقدروا تصوروها، هعملها لكم كلها وهنمشي عليها كده، لو انتوا حابين تصوروها مفيش مشكلة خالص. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. استراتيجية الفقي للتغيير بتقول لك انه اول حاجة انك انت تبدا عمليه، عشان تبدا عمليه تغيير هو عمليه الادراك، ودي اللي احنا يمكن قلناها شويه، اللي هي فكره ان انا الاول ابتدي من المرحله اللي كنت فيها قبل مرحله التفكير في التغيير، ان انا ابتدي افكر في التغيير، وانا مش هفكر في التغيير، جزاك الله خير يا حبيبتي، مش هفكر في عمليه التغيير الا اذا كنت انا مدركه